وبركاته. الحقيقة اليوم سوف نتأمل بعض الاكتشافات العلمية الكونية، ومن أهمها موضوع أن في الكون هناك طرق سريعة يمكن أن نسميها معارج كونية. هذا الأمر أيها الأحبة في الماضي لم ينتبه له العلماء. السبب طبعا أنهم كانوا ينظرون إلى الكون على أنه فراغ أو فضاء. أحبتي في الله، الصوت واضح؟ فقط أحب أن أعرف على أنه فراغ أو فضاء. هل الصوت واضح؟ طيب، الحقيقة العلماء أوهمونا في السابق عندما أطلقوا مصطلح سبيس أو مصطلح فضاء. قالوا إن الكون في معظمه فراغ، لا يوجد شيء، ونسبة ضئيلة فقط من المادة موجودة في هذا الكون، والباقي كله فراغ. لذلك نشأ علم اسمه علم الفضاء. هذا الكلام عندما نذهب للقرآن الكريم نجد أن القرآن لا يستخدم كلمة فضاء أبدا. القرآن كلمة فضاء غير موجودة في القرآن أصلا، كلمة فراغ غير موجودة. عندما نتأمل الآيات التي ذكرت فيها السماء نجد أن القرآن يستخدم تعبير البناء. يعني مثلا الله تعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقول أيضا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، بناء متين. طيب الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، إذن القرآن يؤكد على موضوع البناء. طيب حديثا ماذا وجد العلماء؟ بدأوا قبل 50-60 سنة تقريبا بدأوا يغيرون مصطلح الفضاء ولكنه بقي موجودا، وبدأوا يستخدمون مصطلح بنية الكون أو بناء الكون أو cosmic building أو structure أو هذه المصطلحات التي لم تكن معروفة في الماضي، ونحن نتحدث عن 50-60 سنة فقط. إذن أيها الأحبة، العلماء عندما يصلون لاكتشاف الحقيقة، أين نجد هذه الحقيقة؟ في القرآن. طب لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من الأساطير القديمة كما يدعي بعض المشككين، من أين جاء بكلمة بناء؟ يعني أنا اليوم لو بحثت على الإنترنت عن الكون والبناء سأجد آلاف المقالات والأبحاث تبحث في هذا المجال وتقول إن الكون كله عبارة عن بناء كوني مشغول بالمادة والطاقة. والذي ظنه العلماء أنه فراغ، وليس فراغ، هو مادة مظلمة غير مرئية أشد من المادة التي نراها. الكون بنسبة 95% تقريبا فيه مادة وطاقة مظلمة، و5% الباقي هي ما نراه. لذلك القرآن هنا أيضا دقيق عندما أقسم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إذن القرآن دقيق جدا في التعامل مع الحقائق الكونية. اليوم أيها الأحبة، أرسل لي أحد الأحبة دراسة منشورة حديثا سأستعرضها معكم طبعا من خلال يعني أنا أحب دائما أن أحب أن نرى على الواقع. يعني حقيقة أنا من خلال هذا البث المباشر أحب أن أكتشف معكم الحقائق العلمية، لأنني على ثقة أن أي اكتشاف علمي لابد أن نجد آية في القرآن تؤيد هذا الاكتشاف، أنا على ثقة تامة. لذلك أنا هذا البحث حقيقة اطلعت على العنوان ولم اطلع على المضمون،
ولكن أنا واثق عندما نقرأ هذا المضمون سنجد التطابق الكامل مع القرآن. من أين جاءني هذا اليقين؟ أنا منذ 20 عاما أيها الأحبة وأنا أبحث في الحقائق العلمية، وهوايتي كانت الاطلاع على الجديد، البحث العلمي، هذا الكلام. يعني يوميا أقرأ عشرات الأبحاث أو على الأقل ملخصات عنها. خلال 20 سنة الماضية تشكلت لدي قناعة راسخة أن أي بحث علمي أو أي اكتشاف أو أي حقيقة علمية لابد أن أجد تطابقا مع القرآن وتوافقا كاملا مع القرآن، بل وأجد إشارة قرآنية ربما تكون خفية، قد أراها وقد لا أراها، ولكن الإشارة موجودة في القرآن، لأن الله تعالى يقول عن هذا القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هنا أيها الأحبة عبارة كل شيء، يعني كل ما تتصوره موجود في القرآن، سواء حقائق كونية أو طبية أو علمية أو لغوية أو غيبية، حقائق تتعلق بهدايتك أيها الإنسان، حقائق تتعلق بشفائك أيها الإنسان. القرآن أيها الأحبة مليء جدا بهذه الحقائق، وحتى الآن حقيقة لم أجد دراسة علمية يقينية. طبعا النظريات ليس لنا شأن بها الآن، الحقائق أو الاكتشافات العلمية دائما تأتي متفقة مع القرآن. الآن هنا العلماء يكتشفون كما نرى أمامنا ما يشبه الطرق أو الأعمدة تتوضع بين أجزاء المجموعة الشمسية في الفراغ، يمكن أن نسميها ممرات سريعة لنقل الأشياء. يعني الأشياء، يعني نحن أيها الأحبة عندما نتعامل مع المقاييس المصغرة، يعني نتعامل على الأرض، الأرض محيطها 40,000 كيلومتر، يعني عندما نتعامل مع آلاف الكيلومترات أو مئات الآلاف من الكيلومترات، هذه مقاييس مصغرة يمكن لعقولنا أن تتسع لها، ونرى أن هناك قوانين تحكمها. يعني توزع الجاذبية على السطح الأرض له توزع يتعلق بموقعك عن مركز الأرض، الشمال أو الجنوب، يمين أو شرق أو غرب. ولكن عندما نصعد في الفضاء ونخرج سواء داخل المجموعة الشمسية أو خارج المجموعة الشمسية أو بين المجرات، تصبح وحدات القياس الكونية ليست بالأمتار، يعني نحن هنا على الأرض نتعامل بالمتر، المتر 100 سم. في الكون هناك تسمى وحدة قياس كونية أو وحدة فلكية تساوي 150 مليون كيلومتر، هذه تعتبر مثل متر بالنسبة لنا. إذن المقاييس الكونية الكبيرة عندما نتحدث بملايين ومئات الملايين من الكيلومترات، ليس من الأمتار على فكرة، نحن نقول الوحدة الفلكية تساوي، يعني العلماء وضعوا مقياسا كونيا لأن المتر يعجز عن التعبير. ستقول 1,000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 ,
هي المسافة بين الأرض والشمس 150 مليون كيلومتر. 150 مليون كيلومتر. في هذه المسافات الكونية الكبيرة القوانين تختلف، قوانين الجاذبية تختلف، قوانين الزمان والمكان تختلف أيضا أيها الأحبة. لذلك أينشتاين عام 1905 في النظرية النسبية الخاصة و1915 في النظرية النسبية العامة طرح مفاهيم عن سرعة الضوء أولا، وعن الجاذبية وعلاقة الجاذبية بالمكان، وأطلق مصطلح هو نسيج الزمان والمكان، زمكان يعني، وقال إن هذا الأجسام الموجودة
تتأثر بهذا النسيج والنسيج يتأثر بها، وظهر ذلك حديثا من خلال تأثير الجاذبية الهائلة للثقوب السوداء على هذا النسيج. وقلنا في لقاء سابق إن القرآن أشار إلى النسيج هذا بقوله تعالى: والسماء ذات الحبك، أقسم الله بهذا الحبك. وكلمة حبك أي أجاد نسج الشيء، الحبك هو النسيج المحكم، نسيج محكم متعدد، كلمة حبك جمع. طيب، الاكتشاف الذي بين أيدينا اليوم تم كما نرى أمامنا، نشر بتاريخ 18 ديسمبر 2020، في أواخر السنة الماضية 2020. وطبعا هنا الذي نشر هذا المنشور على عدة مواقع منها لايف ساينس موقع شهير. هنا أيها الأحبة نلاحظ وجود الطرق السريعة في الكون التي يمكن أن نسميها معارج كونية، نجد أنها متعرجة. يعني أي جسم إذا أراد أن يصعد في السماء بين النجوم بين المجرات يجب أن يسلك طريقا متعرجا ليحقق السرعة الكبيرة. الطريق المستقيم لا يحقق السرعة الكبيرة على عكس القوانين التي على الأرض. يعني نحن على الأرض أحبتي في الله عندما نريد أن نصل إلى نقطة معينة فإن أقصر طريق هو الطريق المستقيم، الخط المستقيم، تمام أيها الأحبة؟ أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. طيب، بالنسبة للفضاء أو بالنسبة للكون، قلنا لا يوجد فضاء، ولكن بالنسبة للمسافات الهائلة بين المجرات والنجوم أو بين كواكب المجموعة الشمسية عندما نتحدث بمئات الملايين من الكيلومترات، كيف، ما هو أقصر طريق؟ أقصر طريق ليس هو الطريق المستقيم، أقصر طريق بين نقطتين خارج الأرض ليس هو الطريق المستقيم أيها الأحبة، هو الطريق المتعرج. لماذا؟ لأن هذه التعرجات، هذه التعرجات التي نراها تحقق شروط السرعة الكبيرة بسبب تغير الجاذبية. يعني لو أن الجسم سار بخط مستقيم هكذا، خط مستقيم، سيعاني من مشاكل الجاذبية وسيعاني من بطء في سرعته. هناك ممرات خاصة، طرق خاصة شكلها متعرج كما نرى في الصورة. هذه التعرجات تضمن لأي جسم أن يسير بسرعة أكبر ويختصر المسافة أكثر، أو يختصر الزمن أكثر، ويقطع مسافة أطول ولكن يختصر الزمن بسبب الزيادة الهائلة في السرعة، لأن التيارات الجاذبية تكون أعلى هنا تدفعه بشكل كبير، تمام أيها الأحبة؟ طيب، هذا الأمر نحن إذا عدنا للقرآن قبل أن نكمل هذه الدراسة أيها الأحبة، دعوني أعود معكم للقرآن العظيم. لو بحثنا عن كلمة عرج في القرآن، لو بحثنا عن كلمة عرج في القرآن العظيم، نريد أن نعلم أين استخدمت هذه الكلمة. يعني القرآن لو كان كلام بشر كما يدعي المشككون يمكن أن يستخدم كلمة فضاء، يستخدم كلمة سار في الكون، مشى، انتقل، كذا. هذا الكلام لا نجده في القرآن. نجد أن القرآن عندما يعبر عن الحركة خارج الأرض يعبر عنها بالعروج، عرج. وعرج هذه الكلمة جاءت من مشية الأعرج، الأعرج يمشي هكذا فيرسم خطا متعرجا. إذن الأجسام في الكون
حتى تضمن أن تسير بسرعة كبيرة وتختصر الزمن يجب أن تسير بسرعة متعرجة، بل إن عفوا بحركة متعرجة أو مسار متعرج، بل إن المسارات المستقيمة قد تكون سيئة وقد تدمر هذا الجسم لأنها قد تجرفه بعيدا عن الطريق الصحيح، لأن التيارات الجاذبية أيها الأحبة في الكون لها سيطرة كبيرة أقوى بكثير مما هي على الأرض. يعني الجسم عندما تتركه حرا في الفضاء هناك تيارات جاذبية عنيفة جدا، يمكن لأقل تغيير أن يجرف هذا الجسم بعيدا عن مساره فيصطدم بجسم آخر. لذلك الكون كله متوازن. وفي القرآن العظيم هناك آية قبل أن أكمل أيها الأحبة تتحدث عن كيف أن الله يمسك هذه السماوات. هذه هي الآية أيها الأحبة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كيف يمسك؟ أنت عندما تمسك شيء بقبضتك حقيقة تمارس قوة عليه، قوة جذب، تبقي هذا الشيء ممسوك. الكون الله تعالى خلق فيه قوى أو تيارات أو أمواج من الجاذبية تمسك هذا الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق هذه الأمواج من الجاذبية والتي اكتشفت مؤخرا؟ من أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين أيها الأحبة الكونية أمواج الجاذبية. أمواج الجاذبية، الجاذبية ليست خطوط مستقيمة بل أيضا متعرجة، وبالتالي فإن حركة الأجسام متعرجة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. لو أن قانون الجاذبية أيها الملحدون اختل قليلا، هل تستطيع التكنولوجيا الحديثة أن تمسك هذا الكون؟ يعني أنت أيها الإنسان ما موقعك من هذا الكون؟ لا شيء. أنت على الأرض لا شيء، لا تستطيع أن تفعل شيئا. عندما تأتي هزة أرضية صغيرة تدمر مدن، تدمر آلاف الناس يموتون، لا يستطيع العلماء ولا البشر ولا التطور العلمي أن يفعل شيئا، يقف عاجزا. فكيف ستتحكم بالكون؟ فالذي يمسك هذا الكون بنجومه ومجراته وسمائه وأرضه هو هذه الأمواج من الجاذبية التي هي ميزة للسماء أقسم الله بها والسماء ذات الحبك، لأنها بالفعل شكل الأمواج يشبه أمواج الجاذبية، يشبه الحبك، يشبه ما تصنعه المياه على الرمل إذا ضربته على الشاطئ، هذه الأشكال المتعرجة، هذا هو شكل أمواج الجاذبية بالضبط. في التفسير استعرضنا تفسير القرطبي والطبري، قال الحبك هي الأشكال التي ترسمها الماء أو يرسمها الماء على الشاطئ، أمواج البحر عندما تضرب الشاطئ ترسم أمواج هكذا متعرجة، أشكال متعرجة، هذه تسمى الحبك. هذا الشكل هو ذاته شكل أمواج الحبك أو أمواج الجاذبية في الكون. طيب الله يمسك هذا الكون من خلال هذه التيارات أو هذه الأمواج من الجاذبية تمسك الكون، فحركة الكواكب والمجرات والنيازك والغبار الكوني والدخان الكوني في الكون كل الأجرام تتحرك حركة متعرجة وليست حركة مستقيمة. لذلك القرآن قال كل في فلك يسبحون. طيب هذه الدقة الكونية عندما أجد آيات قرآنية تصفها بدقة ماذا يعني ذلك؟ أنا كإنسان أستخدم عقلي للتفكير العلمي والمنطقي،
عندما أجد هذا التناسق بين القرآن وبين الحقيقة العلمية، لابد أن أعترف أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من إنسان ثقافته امتزجت بثقافة القرن السابع الميلادي، حيث الأساطير وحيث الخزعبلات والخرافات. هذا الكلام ليس فيه خرافات، كلام علمي دقيق. طيب، دعوني الآن أذهب إلى كلمة الحركة في الكون كيف تتم. سأبحث معكم عن كلمة عرج ومشتقاتها. انظروا أيها الأحبة، ولو فتحنا عليهم بابا، دعوني أكبر الخط قليلا فقط لكي يعني أحبتنا يتأملوا معي هنا. أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى يقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طيب، من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة يعرجون، يعني يسيرون حركة متعرجة؟ كلمة دقيقة تناسب الاكتشاف العلمي في عام 2020، في نهاية 2020، تناسب الصورة التي رسمها العلماء، التي تقول بأن هناك طرق سريعة في الكون بسبب تيارات الجاذبية. أي جسم يريد أن يتحرك يجب أن يتحرك في هذه الطرق، المعارج شكلها متعرج. طيب، هذا كلام دقيق أيها الأحبة، وكلام كبير. مع يعرجون، يعني كيف خطرت على بال بشر أن يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء؟ طيب، السماء لها أبواب؟ نعم، هناك بوابات خاصة، يعني هذه الطرق السريعة لها بوابات خاصة، إذا ذهبت في اتجاه خاطئ سيتم تدميرك بسبب تيارات الجاذبية التي قد تجرفك باتجاه نيزك أو كوكب أو باتجاه منطقة مثلا فيها مثلا مجموعة من النيازك، مجموعة من الحجارة الكونية، فقد تدمر. بينما هذه الطرق الكونية السريعة الحقيقة اكتشاف علمي أنبأ عنه القرآن: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. طيب، نتابع، هل القرآن يستخدم هذه الكلمة فقط بالصدفة؟ يعني قد يقول ملحد بالصدفة استخدمها. دعوني نرى بقية الآيات. هنا يقول تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. إذن هنا تذكر الأعرج الذي لا عنده مشكلة في مشيته فيمشي بشكل متعرج. طيب، الآية الثالثة، أنا بحثت عن مشتقات كلمة عرج في القرآن كله 9 مرات فقط، لكي لا يأتي من يقول إننا ننتقي من الآيات ونؤول ونركب معاني يعني لكي نطبق الحقائق على بعضها. لا، هنا أيها الأحبة يقولون تلوون أعناق النص، يعني هذا كلام فارغ، النص لا يلوى عنقه، وتشبيه هذا تعيس جدا، يعني يشبه القرآن بأنه نص. القرآن ثابت كلام الله أيها الأحبة، لا يستطيع أحد أن يغير فيه أو يحرف، ونحن الآن مضى عليه 1400 سنة، ملياري مسلم يتفقون على قرآن واحد. بينما أعطني أي دين آخر ستجد لديهم عشرات الكتب ومئات الكتب كلها متناقضة ومتضاربة مع بعضها. الإسلام هو الدين الوحيد الذي أتباعه جميعا يعتقدون أن القرآن كلام الله بلا استثناء، وجميعا يتفقون على قرآن واحد. لا يوجد هذا، اذهبوا إلى أي ديانة أخرى، مع الاحترام طبعا لكافة أتباع الديانات، تجد طوائف متناقضة مع بعضها،
كل واحد لديه كتاب مختلف عن الآخر، لا يتفقون لا على كتاب ولا على تعاليم، ولا يعتقدون أنه كلام الله. يعني خذوا مثال كتاب مقدس، من اليوم يستطيع أن يقول هذا كلام الله؟ هل كلام الله يصف قصة صلب المسيح مثلا وهي قصة غير حقيقية؟ يعني عندما يقولون إنه علق على الصليب وكذا، طيب هل الله أنزل هذا الكلام؟ طيب على من أنزله ثم قام في اليوم الثالث أو ما شابه ذلك؟ طب أنزله على من؟ على الذي كتبه فيما بعد؟ يعني مثلا لو وجدنا في القرآن مثال، أعطيكم أحبتي في الله لتدركوا دقة القرآن، لو وجدنا في القرآن قصة تحكي موت النبي وماذا حدث بعد موته، بالله عليكم هل يمكن لأحد أن يقتنع أن هذا كلام الله نزل على محمد؟ لا أحد يقتنع. القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وينبئه أنه لا يعلم الغيب، وينبئه أنه سيموت، يقول له إنك ميت وإنهم ميتون. انظروا إلى كلام القرآن من أوله لآخره، كلام إلهي، البصمة الإلهية واضحة. مثلا هنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. سبحان الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج عروجا في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن استخدم القرآن كلمة يعرج للتعبير عن الحركة المتعرجة في السماء، وهذه الآية فيها إعجاز آخر سنخصص له حلقة إن شاء الله، أن اليوم بالنسبة لله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا له بحث إن شاء الله نفرد له حلقة خاصة. طيب هنا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، استخدم كلمة العروج في السماء وهو الرحيم الغفور، الآية التي بعدها. وهنا أيضا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يظهرون معارج يعرجون في السماء. طيب وهنا أيضا تتحدث في سورة الحديد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج فيها، استخدم لفظ العروج مع السماء. إذن ليست مصادفة، هذا نظام في القرآن كله يستخدمه في القرآن. يعني لا يوجد مثلا طلوع، لا يوجد مثلا هناك عن البشر كأنما يصعد في السماء، استخدم كلمة يصعد لأن الإنسان عندما يصعد إلى جبل أو إلى يعني حتى إلى طبقات الغلاف الجوي هو لا يتحرك بشكل عروج، يمكن أن يتحرك بشكل مستقيم. لماذا؟ لأن قدرات الإنسان لا تسمح له أن يسير أو يعرج لملايين الكيلومترات، هو أقصى مسافة بلغها إلى القمر 340 أو 400 ألف كيلومتر، دون ال 400 ألف كيلومتر، تصوروا أحبتي في الله. إذن في المسافات الكبيرة الحركة في السماء بين النجوم بين المجرات دائما تكون متعرجة، والقرآن يستخدم كلمة يعرج وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طيب الآية الثامنة من الله ذي المعارج، ذي المعارج. والآية الأخيرة، هناك سورة في القرآن اسمها سورة المعارج، هناك سورة في القرآن أيها الأحبة رقمها 70،
هي سورة المعارج. هذه السورة، يعني لو عرضنا هذه السورة، الله تعالى يقول: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طيب، هنا أيها الأحبة، حركة الملائكة في الكون، الملائكة تقطع مسافات هائلة جدا، مليارات الكيلومترات ربما أكثر. يستخدم القرآن دائما كلمة العروج، تعرج الملائكة والروح إليه. طيب ماذا يعني ذلك أحبتي في الله؟ يعني أن القرآن الذي كتب، يعني الذي أنزل القرآن، يعلم طبيعة الحركة في الكون، فاستخدم هذه الكلمة. طيب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طيب لو كان القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام، أكيد سيستخدم مرة كلمة يعرج، مرة يسير، مرة يصعد، مرة يطلع، مرة كذا. أما أن يحافظ على هذا النظام في القرآن، هذا الشيء يدل على أن الذي أنزل القرآن يعلم هذه المعارج ويعلم طبيعة الحركة في الكون. لذلك هذا دليل مادي ملموس على أن القرآن كلام الله ليس من عند بشر.